طبعا دكتور رفعت اسماعيل طبعا يعني هو كان البطل او الهيرو بتاعنا واحنا صغيرين كلنا، لان هو بطل سلسله الروايات دي، وكنا زي ما انت بتقولي كنا كلنا بنقعد نتخيل شكله ايه. انا كل واحد فينا اكيد ليه صوره لشكله وهو بيتعامل وهو بيقع في المواقف اللي كان بيقع فيها وازاي كان بيعديها والكلام ده كله. سلسله الروايات زي ما فاروق قال بدات من سنه 93، كلنا طبعا من واحنا صغيرين كنا لما بنيجي يعني ما نذاكرش مش عايزين نذاكر، كنا بنجيب الروايه ونحطها في وسط الكتاب ونفتحها ونقعد ونقعد نقراها. واول ما بابا يدخل مثلا او ماما تدخل ولا حاجه اقوم قافل واعمل نفسي بذاكر عادي جدا. طبعا انا بدات من 94، يعني طبعا بدا من 93، بس انا بدات ان انا اقراها من 94 وكانت يعني حلوه جدا. وكانت عشان كده نلاقي جيل الثمانينات والتسعينات هم اكتر جيل مرتبطين بيها اكتر بالروايه دي. بصوا، هو كمان هقول لك ليه يعني العيال كانوا او الاطفال كانوا بيحبوا يقروها. بس بتضحك على كلمة عيال مش كده؟ العيال كبرت جميلة والله يا جماعة والله يعني عادي بيس هي عيال فهم عيال الأطفال كانوا بيحبوا يقروها علشان الأحداث المشوقة بتاعتها، الحاجات الخيالية، الحاجات السوبر هيروز بقى والفاهم والسوبر باورز وكل ده. احنا لحد دلوقتي بنحب نتفرج على ده، ولحد دلوقتي حتى أكبر المنتجين بيعملوا أفلام بقت تارجت للكبار مش للصغيرين، سوبر هيروز وسوبر باورز، يعني هي كلها خيال بس احنا بنحب نتفرج عليها. بالظبط. كمان لازم نعرف برضو حجم اللي ده اللي بيحصل ده. بلاتفورم كبير زي اللي هينتجه اللي هيتنتج روايات ما وراء الطبيعه دي حاجه يعني جامده جدا جدا جدا. بالزبط. وحاجه مش حاجه كده بتيجي كل يوم، لا الناس دي بتشتغل، الناس دي بتدفع ملايين على افلامها ومسلسلاتها، الناس دي بتتفرج، يعني كم ناس بتتفرج ومشتركين في البلاتفورم ده كبير جدا جدا جدا. ففي حاجه مصري يعني هينتجوها وهتبقى مسلسل. كمان خلوا بالكم ان شاء الله هيبقى في سب تايتلز كمان، فممكن ناس تانية واجانب تتفرج على حاجتنا، فدي حاجه حلوه جدا. انا بسطاني قوي.